سامح علي فوتوغرافي، بصور ويدنج، بصور خطوبه وبعمل فوتو سيشن. اي حاجه العريس والعروسه محتاجينها يوم فرحهم من اول اليوم لحد اخر يوم انا ببقى معاهم، بصور لهم اي لقطه وعايزه فرحان معاهم زي ما هم فرحانين، ودي بالنسبه لي فرحه كبيره. يعني حضرتك بتقدم ايه لزوار المعرض؟ انا عامل في خلال الثلاث ايام بتوع المعرض عامل ديسكاونت 50% على الباكج بتاعتي. اي حاجه العريس والعروسه يحجزوها معايا ياخدوا عليها 50%، سواء باكج فول داي هاف داي فوتو سيشن، دي انا عامل عليها ديسكاونت 50%. حضرتك رايك ايه في المعرض؟ والله انا اول مره انزل معرض في حياتي وبصراحه مبسوط جدا، ما كنتش متوقع الاقبال ده من الناس بصراحه. معرض انا مبسوط جوه، وبالذات التعامل المستر كريم ومستر اسلام معانا هنا في المعرض. انا بالنسبه لي معرض ناجح ومعرض مبهر بالنسبه لي، واكيد هشترك فيه السنه الجايه ان شاء الله. تنافس بينك وبين العارضين التانيين في ايه حضرتك؟ في تنافس بينك وبينهم؟ تنافس في العارضين التانيين؟ اكيد طبعا في تنافس طبعا، كلنا بننافس بنلعب بس بروح رياضيه طبعا. حضرتك توجه كلمه للزوار؟ هقول لهم مستنيكم السنه الجايه ان شاء الله. ماشي، مرسي.